عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة جدة للأمن والتنمية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تأتي في إطار حرص مصر على تطوير علاقاتها المختلفة، فضلا عن كونها تعزز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة جدة والتي جمعت قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن مشاركة السيد الرئيس في قمة جدة تأتي في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية على نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة، كما تعزز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، كذلك التشاور والتنسيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلا عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة. وعلى هامش فعاليات قمة جدة، التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الأمريكي جو بايدن. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الرئيس الأمريكي رحب بلقائه الأول مع السيد الرئيس، مؤكدا تطلع الإدارة الأمريكية لتفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين الصديقين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ضوء الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط بالقيادة الرشيدة للسيد الرئيس التي تمثل دعامة رئيسية لصون السلم والأمن ونشر السلام لسائر المنطقة. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جدة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت. كما عقدت جلسة مباحثات مع السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي. وعقب انتهاء فعاليات المؤتمر غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مطار الملك عبد العزيز بجدة عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن.